إنجاز كبير حققه التونسي سيف الدين الجزيري نجم خط هجوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك باعتلائه قمة الهدافين التاريخيين من نجوم الكرة العربية في الدوري المصري الممتاز. ونجح الجزيري في تسجيل هدفين في شباك مصر المقصة في لقاء جولة 30 من عمر الدوري الممتاز أمس الثلاثاء في خماسية القلعة البيضاء. ورفع الجزيري غلة أهدافه عبر مشاركاته في الدوري المصري إلى 36 هدفاً، متصدراً قائمة تاريخية لهدافي العرب في الدوري المصري، متخطياً نجم الزمالك السابق اليمني علي محسن، والذي سجل 35 هدفاً في مشواره بالمسابقة. الجزيري سجل 12 هدفاً بقميص الزمالك في الدوري، و17 خلال رحلته مع ذئاب الجبل فريق المقاولون العرب، و7 أهداف مطلع مشواره في المسابقة المصرية مع نادي طنطا. سيف الدين الجزيري الذي نال اللقب هداف كأس العرب في النسخة الماضية بقطر مع منتخب بلاده التونسي، عاد ليعتلي عرش الهدافين العرب عبر تاريخ الدوري المصري بقميص الزمالك.